لوين رايحة هو يا أم خانم؟ أنت ما دخلك. إبراهيم وقفي يا باشا، عم قلها توقف بس والله ما عم ترد علي. ها ويا أم خالو، وأنا أقول لنفسي لماذا الغرفة مضاءة؟ ما المشكلة؟ أنت ما بتقدر تحلها، السلطان وحده يلي بحل لي مشكلتي. هيام نحن ما كنلعبوش قرودة في جامعتنا، شأني من شأن السلطان ومشكلة السلطان من مشكلتي. أخذوا ابني مني. هيام خانو، أنت التي لم تنتبهي لابنك، أنت كل ما يهمك هو جمالك، هو وجهك، هو الماسكات، هو المكياج، نهار كامل تطوفي على وجهك في ماسكات ديال لافوكا. هذا العام عندنا نقص في منتوج لافوكا والسبب معلوم. ويا مخانو تكلمي، من أخذ ابنك؟ السلطانة الأم أخذته، وعم بتقول إنه حليبي أنا مسمى. فعلها صواب، فأنت مبلية بالبرة والروج والتكلة والمحية، فحليبك ليس هو المسمم، بل أنت كلك مسممة. ما مصدق يا إبراهيم أنك صرت من جماعة الشر. عيونك كالثعلب، نظرتك كالأفعى، شوكتك كالعقرب، وتنعتيني بأنا الشرير. ويام أخرجي. ويام